ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي لتاني اسبوع من شهر ابريل 2023. هبدأ بالجانب المهني. اسبوع حافل بالاحداث التي تدور حوالين كثير من مواليد برج الجدي، والمفروض ان الاحداث دي هتكون لمصلحه مواليد برج الجدي. لو في احداث فعلا وينفع تستغلوها او تستغليها، طبعا دي توقعات الغيب، محدش يقدر يعرفه غير ربنا. احنا بنستفيد الدردشه والفت انتباهك او الفت انتباهك من خلال النصيحه، وكمان بنتفائل. لو في فعلا احداث بتدور وممكن انت يكون الاحداث دي يعني مصلحتك فيها او مصلحتك فيها في العمل، المشكله ان انت يعني تستغل الاحداث دي. وعايز اقول حاجه بقى، يعني المشكلة لو خليتها استفادة عامة، يعني مصلحة عامة مش ليك انت بس، من الحاجات الكويسة اللي ممكن تساعدك لو في موضوع بيدور او حاجة بتدور ومصلحة هتخلص مثلا داخل الشغل، انها تخليها عامة، لان يعني ساعتها كله هيجتهد ويستعاون معاك ان انت المصلحة دي تخلص. ده لو مثلا انا عندي مبدأ كده عايز اقوله، يعني انا لما بيكون في حاجة مثلا في شغل هستفيد منها وينفع اللي حواليا يستفيدوا، ليه لا؟ ليه ابقى اناني؟ طب ما نخلي المصلحه كده زي ما انا قلت عامه، وده يستفيد وانا استفيد وكلنا نجتهد ان المصلحه دي تخلص. يعني دي برضو من الحاجات الكويسه. تشوف دايما، لازم تعرف ان الانانيه مش حلوه. الانانيه، الشخص الاناني، لو انت او انت عندك الحته دي حاول تغيرها فيك. ليه؟ الشخص الاناني هتلاقي دايما ناس كتير ما تحبش تساعده لانه معروف ان هو اناني. يقول لك انا ساعده ده اناني، ده بتاع نفسه، وزي ما هو بتاع نفسه انا كمان اكون بتاع نفسي. لا، الايجو دي والحاجات دي بلاش. ان احنا لو فعلا الموضوع ينفع ان المصلحه تبقى عامه، تمام، ده حلو، وكمان هيخلي العلاقات معاك مع زملائك علاقات كويسه، وهتلاقي ناس بعد كده ما يكون في مصلحه خاصه برضو بيهم او مصلحه يعني ينفع تكون عامه، هتلاقيه بيجتهد ويقول لك ده فيه كذا. كل دي حاجات صدقوني هتساعد في النجاح والتقدم. اهم حاجه ان انت تكون عارف الشخصيات دي، يعني الشخصيات اللي هي في الاحداث اللي بتدور انت عارفهم، شخصيات كويسه، شخصيات سالكه، تمام، قلبهم حلو. هو دي اهم حاجه. ربنا يا رب يوفقكم ويديكم الحكمه ويقويكم. خش على الجانب العاطفي. ابدا بالعذاب، لقاءات تكون سبب في اجتماعيات ومحتمل ارتباط من اشخاص مميزه. طيب الاجتماعات واللقاءات وكل ده جميل جدا. الاشخاص المميزة انت وانت اللي تحدد اذا كانوا اشخاص مميزين ولا، او بمعنى اصح واوضح ومنطقي اكتر، نقدر نحدد اذا كانوا الاشخاص دي مناسبين للارتباط ليكم ولا، مناسبين لشخصيتكم ولا، في حاجات مشتركة ما بينكم. التربية عاملة ايه؟ تربيتهم بتاعت كويسة، يعني هم ناس متربيين من اصل طيب. كل دي حاجات هتعرفوها، بس مش هتعرفوها من اول شهر ولا من اول قعدة. الحاجات دي عشان تتعرف محتاج تاخد وقت وتحتك، ومحتاجه وقت طويل شويه، مش اقل يعني من 9 شهور عشان يبان لكم الشخصيه بقى بكل تفاصيلها. ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابه الشخصيه المناسبه. خش على المتزوجين والمرتبطين، محتمل خلافات بسبب اختلاف الاراء. عايز برضو نتكلم في الحته دي بسرعه كده. ايه المشكله ان اللي قدامي يكون يعني هي مثلا زوجتك او المرتبط بيها رايها عاكس رايك؟ ايه المشكلة؟ هي معنى ان رأيها عكس رأيك يبقى هي بقت عدوتك، وانت برضو ايه المشكلة ان هو رأيه عكس رأيك؟ يا جماعة الفكر المنفتح هو ان انا اتقبل رأي الاخر، ولازم تعرف ايه منظورها او ايه، ما انت تعرف ايه منظوره، انتوا الاتنين يعني الكلام ليكوا انتوا الاتنين، ايه منظوره عشان كده شايف هو الموضوع بالنظرة دي، ليه رأيه مختلف مع رأيي، ايه نظرته للموضوع. ابدل الكراسي، احط نفسي مكانه واشوف ايه يعني ليه. لو حطيت وبدلت الكراسي وحطيت نفسك مكانها، ممكن تبتدي توصل وتعرف ليه رايها كده. ومش شرط ان هي تاني رايها عكس رايك يبقى هي عدوتك. لازم تعرفوا ان هي لو خطيبتك، خصوصا لو خطيبتك او زوجتك، فهي يهمها مصلحتكم، يعني الموضوع اللي انتوا فيه المصلحه عايد عليكم انتوا الاثنين مش على شخص واحد. فهي لما بتقول رايها هي برضو يهمها المصلحه بتاعتك وبتاعتها، وبالاخص المتزوجه يعني زوجتك او زوجك. فيا ريت نتقبل راي الاخر. كمان لو عايزين نتناقش مع الراي الخالف او المختلف ده، نتناقش باسلوب كويس واسلوب محترم، ده هيفرق كتير ومش هيخلي اختلاف الراي يوصل للمشكله. وفي حاجات كتير ممكن يعني كلام كتير اختاره يكون حلو علشان ابتدي افهم اللي قدامي وجهه نظري. يعني ممكن اقول للي قدامي طب ممكن تسمع وجهه نظري، غير لما اقول له انت مش فاهم. شوف الفرق، انت مش فاهم دي انا اللي هو خبطته في وشه، لكن ممكن تسمع وجهة نظري. طب ايه رأيك لو كذا؟ طب ايه رأيك لو كذا؟ كده الكلام خد وهات، يعني مش نظام قفل او كلام يكون باسلوب مش حلو، يعني كلام يجرح او يضايق اللي قدامي.
يعني دايما اللي بيعمل مشاكل في اختلاف رأي في نقاش في اي حاجة هتلاقي دايما اسلوب الكلام. يعني عارف انت في يقولك ايه، يا راجل نقي ملفظك، نقي كلامك، اختار كلامك واختاري كلامك، بلاش الكلام اللي ممكن يستفز اللي قدامي او يجرحه او يضايقه. ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير. خش بقى على الجانب العائلي، تجمعات عائلية بنسبة محدودة على مدار الأسبوع، ربنا يا رب يجمع كل عيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة، يعني التجمعات المفروض الأسبوع ده هتكون محدودة شوية. خش بقى على الجانب المالي، محتمل أزمات مادية بسبب إيه بقى؟ بسبب المصاريف بشكل عشوائي، ده اللي مكتوب وده اللي قريته. عايز أقول لك وأقول لك صدقني، المصاريف بشكل عشوائي بالعقل يعني وبالمنطق ممكن تعمل أزمة؟ أه ممكن تعمل أزمة. ليه؟ أنت بتصرف وأنت مش واخد بالك من اللي بتصرفه، وكمان بتصرف في حاجة ممكن كنت ما تجيبهاش أو تستغني عنها أو تأجلها. فمصاريف بشكل عشوائي دي مش حاجة حلوة. يفضل يعني لو في حد من اللي بيشوفني فعلا، وخصوصا البنات تاني، وخصوصا البنات، مصاريف بشكل عشوائي، راجعي نفسك وراجع نفسك، عشان ممكن فعلا لو ما حطيتكش في ازمه المره دي ممكن تحطك في ازمه. مش لازم نوصل للازمه عشان ناخد بالنا من مصاريفنا، ناخد بالنا من بدايتها يعني من قبل ما ندخل في ازمه. يعني ربنا يا رب يوسع رزقكم. صحاب المشاريع، ارباح متوسطه خلال الاسبوع، ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. يعني الارباح المفروض ده هتكون لمشاريع مواليد برج الجدي هتكون ارباح متوسطه. خش بقى على الجانب التعليمي، اوقات مفرحه لطلاب برج الجدي ونتائج ايجابيه، وحذاري من الكسل. بص يا شباب ويا شابات، الكسل انا اتكلمت فيه كتير، الكسل هيرجعنا لورا. احنا عايزين نتقدم، عايزين ننجح. انت لو ذاكرت يعني وصلت في المذاكره لمراحل كويسه ولميت 25% من المنهج، 50% من المنهج، الكسل ممكن ينسيك 25% من ال 50% اللي انت ابتديت ايه يعني عديتهم. فيا ريت يا ريت اوعى تسيب نفسك للكسل ولا تسيبي نفسك للكسل، علشان ده يعني ممكن يضيع لك تعب كتير. فبلاش انت بس ايه تخلص امتحاناتك وكسل زي ما انت عايز، وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبه. وعايز اقول لك حاجه، واقول لك حاجه، النجاح دايما ضده الكسل. يعني دايما الحاجه اللي بتكون ضد النجاح هي الكسل، يعني الحاجات اللي بتصعب عليك النجاح، فبلاش تستسلم ليها. وان شاء الله تاني نجاح لكل الطلبه. دي كانت توقعات برج الجدي لتاني اسبوع من شهر ابريل 2023. عجبكم الكلام ده ما تنسونيش في اللايك، لو مش مشترك او مشتركه يا ريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهاتنا. انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامه، هسيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف ديسكريبشن، تاخدوا فكره عن فيديوهات القناه. يا رب تعجبكم، شكل اوي ليكم، سلام.